الفقرة الأسبوعية كل اثنين تتابعون وجه ثاني، وهي الفقرة التي استحدثناها في الموسم في بداية البرنامج في الموسم الماضي. هذا الموسم ستعود لكم، ولكن سندخل فيها العنصر الأهم في هذه اللعبة. احنا كنا خايفين ندخلهم لأنه حقيقة نعرف مشاغلهم وارتباطاتهم مع الأندية ومع المنتخب، وبالتالي يا دوب تقدر تصيد لاعب، لكننا سنغامر وإن شاء الله نستطيع أن نقدم لكم هذه الفقرة كل أسبوع. اللاعبين وجه ثاني مختلف كليا، بعيد كل البعد. سنحاول أن نبتعد عن الرياضة، ولكن يعني لا أعتقد أننا نستطيع. ولكن ضيف هذا الأسبوع هو يوسف السالم، الذي رافقه مراسلنا الجديد والمبدع بدر رافع في المنطقة الشرقية في أكثر من مكان. أوجه مختلفة لهذا اللاعب لم تشاهدوها من قبل، نتابعها في الجزء الأول. دائما في البحر، وبعض الاحيان شفت وقت فراغ كذا في الاجازات يعني اروح اصيد سمك مع الاخوان مع الاصدقاء. شيء ممتع انه واحد يطلع بعيد عن جو الكوره. حصلت اكثر من مره اني اطلع مع الاصدقاء والاخوان اني اصيد سمك ولا اشوف شيء ثاني غير الكوره. نرجع ايضا 20 سنه ايام الطفوله، تتذكر منها؟ والله ايام الطفوله عاد واحد ما ينساها، اني يعني عشت مع الاصدقاء في الحارة وما زالوا موجودين يعني الأصدقاء، نتجمع مع بعض ونقعد مع بعض نذكر أيام الطفولة، وفي صور لنا وفي فيديوهات يعني نشوف واحد يستمتع يشوف أيام الطفولة، وإن شاء الله أيام الأيام الحلوة ما تتكرر. تذكر من الأصدقاء؟ والله ناس كثير، والله محمود وأحمد صاحبي يعني هذول أعز أصدقاء لي، فما زالوا متواجدين يعني نشوفهم بعد المباريات، نطلع مع بعض في كوفي ولا نشوفهم في الحارة. ألعاب قديمة كنتوا تلعبونها أنت وياهم؟ والله المصاقيل دي نلعبها ونلعب عنبر، نلعب الأشياء دي ونلعب لعبات الصلخ بعد نلعبها، ولكن إحنا ما عندنا وقت نلعبها، ولكن إن شاء الله في يوم من الأيام نلعبها إن شاء الله. يعني خلنا نرجع يعني حياتك اليومية 24 ساعة شلون يقضيها يوسف السالم؟ من تنام تقعد من التمارين، يعني نبي الحياة الروتينية اليومية. حالياً الأول يعني حالياً زي ما قلت يعني حين تمارين في النادي، يعني أصحى طبعا أفطر وأقعد شوي أتفرج على التلفزيون، أذن الظهر أصلي، بعدين نستعد وجبة الغداء، وبعد الغداء نريح شوي نستعد للتمرين بعد الغداء، وأروح التمرين كالعادة يعني يومياً كذا، وبعد الغداء أروح أشوف الأصدقاء نتمشى نقعد في كوفي كذا، بعدين أتعشى ونرجع البيت. في مراحل كثيرة من الحياة كابتن، في خطوات كثيرة، في يعني خلينا نتكلم قرارات كثيرة الكابتن يوسف السالم اتخذها من خلال حياته. أعتقد الحين 25 أو 26 سنة، يعني أصعب القرارات اللي مرت عليك واتخذتها بعيد عن كونك كلاعب، يعني من حياتك الخاصة؟ والله ما فيها أي قرارات، بالعكس يعني أغلب القرارات تكون في الكورة، يعني كرة القدم إني آخر في كرة القدم يعني في نادي الشباب، كنت في نادي الشباب يعني قرار إني أطلع من نادي الشباب، إني توني جاي جديد نادي الشباب، وقررت إني أطلع من نادي الشباب يعني بالعكس مو ما شفت الجو المناسب، يعني ما أخذت فرصتي في نادي الشباب، فقررت إني أشوف نادي الأفضل وإني يعني أشارك في كلاعب أساسي، بالعكس نادي الشباب. ما زال بدر رافع أيضا في جولة مع يوسف السالم في أماكن مختلفة بعيدة كل البعد عن كرة القدم وعن الملعب حتى الآن، ما ندري بيرجعوا لكرة القدم ولا لا. نتابع الجزء الثاني. تتابع الدوريات الأوروبية؟ أكيد. أي دوري أحسن؟ الرسماني.
برشلونة ولا ريال؟ برشلونة أكيد عاد برشلونة. أحب برشلونة. برشلونة شكلك مدريدي أنت. شكلك مدريدي أنت. أتابع الإنجليزي صراحة وأتابع يعني مدريد شوي. لا والله برشلونة نادي ريال مدريد نادي كبير، لكن برشلونة استمتع تشوف. يعجبك من اللاعبين؟ برشلونة ميسي عندك، كسافي عندك، أنستا، يعني ثلاث لاعبين. في فصل الشتاء يوسف، خلنا نتمشى بس شوي بالشتاء، من النوع اللي تحب البار تروح تخيم برا؟ والله صراحة ما يعني الواحد وده، بس لكن ما في وقت إنك تخيم كلها تمارين ومعسكرات. حتى من خلال المعسكرات التمارين العادات الاجتماعية التواصل مع الأهل. أكيد أكيد والله، حتى يعني في الأعياد وفي رمضان ما قعدت مع أهلي كثير، حتى الوالد يقول شوف ما تقعد معسكرات تمارين، هذا رزقي وهذا كذا. يلا الله يكون في عونك، الله يكون معك إن شاء الله. أصلا من الحسا يوسف؟ لا من هالخبر. الخبر طول عمرك بالخبر. إيه من صغرنا في الخبر، عشان كذا قلت لك تعال خبر بس ما تبي تجي الخبر أنت. الله يفيد. لا إن شاء الله نجي. أكثر دولة تعجب يوسف السالم وسافرت لها وتحب تسافر لها دائما؟ والله دول كثير صراحة، يعني ماليزيا ذكرتها من أفضل المدن اللي زرتها، يعني وفي مدن زرتها مع المنتخب مثل نادي أستراليا، اليابان من أفضل المدن يعني اللي زرتها، ويعني شفتها مع المنتخب وشفتها مع النادي. نتكلم عن الوالدة، النصائح اللي تنصحك كثير بعد المباراة تواسيك؟ والله الوالدة يعني ما في شيء احسن من الوالده، يعني الوالده ادق عليها قبل كل مباراه بعد كل مباراه، يعني هي الوحيده اللي تقال في الدنيا، يعني تدعي لنا وتصلي لنا النهار وتدعي لنا في الصلوات، تقول روح الله يوفقك، يعني ما في شيء احسن من تروح وامك راضيه عليك، هذا افضل شيء. اشكرك اخوي بدر على الاستضافه هذه، وقناه رياضيه على الاستضافه هذه، واللي يطمح لي في سالم ان شاء الله انه يطور من مستواه، وإن شاء الله أكون ألعب في نادي خارجي إن شاء الله في أوروبا، وأي نادي خارجي يكون، وأتمنى التوفيق إن شاء الله.